السلام عليكم، معكم بجامعة. أتمنى أنكم تكونوا بألف ألف خير. من أشهر أنواع المسلسلات اليابانية هي المسلسلات المدرسية، لذلك كل سنة يتم إنتاج مسلسلات مدرسية في اليابان. لذلك فيديو اليوم راح يكون عن أفضل 6 مسلسلات يابانية مدرسية من سنة 2018 لسنة 2022. هذا هو الجزء الأول، لذلك ترقبوا الجزء الثاني قريبا، ولا تنسوا تشاركون مسلسلاتكم المفضلة في التعليقات، ولا تنسوا أيضا دعم القناة باللايك وبالاشتراك. بدون ما أطول عليكم، يلا نبدأ بالمرتبة السادسة، ماي رونوفيتش. نوعه رومانسي وكوميدي، عدد الحلقات 8. القصة عن طالبة في الثانوية اسمها مايرو. مايرو تعيش حياة صعبة في الثانوية لأن تعتبر نفسها غير جميلة، والطلاب لا يعطونها أي اهتمام. تتعرض للتنمر ويلقبونها بالفطر المسموم. القشة التي سوف تقسم ظهر البعير هي عندما يأتي شاب إليها ويعترف بحبه لها، لكنه فقط يضحك عليها، وسوف تتأثر نفسيا بهذه الكذبة وهذه الخدعة، وسوف تطلب من زميلها في الدراسة كومادا أن يساعدها لكي تغير شكلها وتصبح أجمل، يعني سوف تقوم بميكوفر. مع تغير شكلها تتغير الأحداث أيضا. والآن ننتقل للمرتبة الخامسة، 16 شوكوغن. نوعه رومانسي شبابي ونفسي، عدد الحلقات 8. القصة عن طالبتين في الثانوية اسمهما إيبوكي ومي. يلقبهما الطلاب بالأميرة والأمير لأن إيبوكي عندها شخصية قوية، لكن ماي فتاة جميلة وشخصيتها خجولة ورقيقة. صداقتهما قوية ومتينة. هناك طالب اسمه أسادة وعنده خطة جهنمية، يريد أن يدمر هذه الصداقة وهذه العلاقة. بعد مراقبة مكثفة توصل إلى أن الطريقة المناسبة هي أن يكون مع ماي في علاقة، لأن ماي فتاة رقيقة ولطيفة وسيكون سهل جدا التأثير عليها، كما أنه يعدها بأنه سوف يتزوج بها ويكون أب أطفالها. خطة رائعة، لكن هل سوف تنجح؟ والآن ننتقل للمرتبة الرابعة، شيموبي. نوعه كوميدي وخيالي، عدد الحلقات 8. هذا المسلسل يفكرني بعلاء الدين والمصباح السحري. قصة المسلسل عن طالبة في الثانوية اسمها يورينا، حياتها تتغير عندما تقوم بتحميل تطبيق اسمه الخادم شيموبي. عندما تقع يورينا في ورطة أو تكون بحاجة للمساعدة، يظهر رجل غريب. هذا الرجل يقدم لها المساعدة ويغادر بصمت وبسرعة، وتحاول يورينا معرفة حقيقة هذا التطبيق وهذا الرجل العجيب، كما أنها سوف تحاول استغلاله لتحقيق أحلامها. والآن ننتقل للمرتبة الثالثة، غوريمية. نوعه كوميدي ورومانسي، عدد الحلقات 7. لا تحكم على الناس من مظهرهم الخارجي، هذا ما تعلمته من هذا المسلسل. قصة المسلسل عن طالبة في الثانوية اسمها كيوكو، صاحبة الشخصية الرائعة والطيبة. والداها دائما سفر بسبب العمل، لذلك هي تقوم بأعمال المنزل والطبخ وتعتني بأخوها الصغير. في المقابل هناك طالب في نفس المدرسة اسمه مياموراء. من خلال شكله ونظاراته يبدو كشخص ممل وانطوائي، لكن في الحقيقة هو يخفي شخصيته الحقيقية. عندما يكون خارج أسوار المدرسة يظهر هذه الشخصية، عنده بيرسينجز وأوشام. في يوم من الأيام يلتقي مياموراء بكيوكو خارج أسوار المدرسة، ويتفاجأان من شكل وشخصية بعضهما البعض الحقيقيتين، ويصبحان مقربان من بعضهم البعض. والآن ننتقل للمرتبة الثانية لمسلسل أثار الكثير من الجدل، شوغاكسي نيكي. نوعه رومانسي ودرامي، عدد الحلقات 11 حلقة. هذا المسلسل حقق ضجة كبيرة لأنه دائما علاقات الحب ما بين التلميذ والأستاذ تكون مثيرة للجدل. القصة عن أستاذة اسمها هيجيري، حياتها طبيعية للغاية، لكن تتغير عندما يعترف لها أحد الطلاب بحبه لها. تتجاهله وتطلب منه التوقف، لكنه يستمر في التعبير عن حبه لها، وهذا راح يغير رأيها. صراحة عجبني هذا المسلسل، الممثلين، الأدوار، وحتى الموسيقى، بالرغم من أنه مسلسل مثير للجدل. والآن ننتقل للمرتبة الأولى، ثرينين ناغومي. نوعه نفسي وغموض، عدد الحلقات 10. هناك أيضا تكملة للموسم الأول تتكون من حلقتين، كل حلقة فيها 40 دقيقة. قصة المسلسل عن أستاذ اسمه هيراغي، يدرس فصل مليء بالمتنمرين، لكنه يعاملهم معاملة لطيفة. يقوم بحبس التلاميذ داخل الفصل ويأخذهم كرهائن. ملأ المدرسة بالمتفجرات والفصل مغلق تماما.
ليس هناك طريقة للتلاميذ للهرب. بعد ذلك يكشف للتلاميذ سبب حبسهم، وهو أن يكشف هوية من كان وراء وفاة طالبة في الثانوية، ولن يطلق سراح التلاميذ حتى يكشف الجاني. كل يوم يقوم بقتل تلميذ إن لم يكتشف الجاني. مسلسلات رائعة، أتمنى أنكم تشاهدوا المسلسلات، وإن شاهدتوا إحدى هذه المسلسلات أو جميع هذه المسلسلات أتمنى أنكم تخبرون في التعليقات. وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، أتمنى أنكم تشاركوني آراءكم في التعليقات، آراءكم، اقتراحاتكم والمسلسلات التي شاهدتموها. ولسوا دائما دعوة القناة باللايك وبالاشتراك، وأراكم قريبا إن شاء الله.